عانت المغرب من أزمة طويلة في القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر، فالاحتلال البرتغالي لمعظم الموانئ البحرية في المغرب تسبب في العديد من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية والثقافية، ولم يتفاقم هذا الانحدار إلا عندما تولى الوطاسيون السلطة، حيث لم يفعلوا الكثير لمحاولة تحسين البلاد، مما أدى في النهاية إلى انهيار التجارة وتدهور التعليم وركود النمو الاقتصادي. وبسبب سياسة الوطاسيون التصالحية تجاه المماليك الكاثوليكية في الشمال، نشأت الدولة السعودية في جنوب المغرب عازمة على استعادة النظام والحد من الطموحات التوسعية للمماليك الإيبيرية. كانت هناك ثلاثة أسباب لنشوء الدولة السعودية في جنوب المغرب. أولاً، تعدي البرتغاليين على الأراضي الداخلية المغربية. ثانياً، أصبحت طرق التجارة الصحراوية التي تعود إلى قرون والتي كانت جزءاً مهماً من الاقتصاد المغربي تواجه تحدياً من قبل القراصنة الأوروبيين المدعومين من ملوك أوروبا، والذين حاولوا بقوة احتكار التجارة من خلال إنشاء مراكز تجارية في مواقع استراتيجية طول ساحل المحيط الأطلسي. وقد كان استبدال الطرق البرية الصحراوية بالطرق البحرية السريعة تمثل ميزة كبيرة بالنسبة للأوروبيين، وأدى هذا إلى انهيار الاقتصاد المحلي. ثالثاً، خشي الشرفاء السعوديين ما أسموه بالخطر العثماني. كانت الإمبراطورية العثمانية في أوج ذروتها، إذ امتدت مساحتها على ثلاث قارات، وكان هناك عدد قليل من الدول التي تستطيع أن تقف في طريق توسعها الشرس. وكان للقسطنطينية طموحات في المغرب بعد أن دعمت الوطاسيون وسمح لهم هذا بالبقاء في السلطة لعقود، ولكن السعوديون كانوا خصما صعب المراس. فبعد أن نجح محمد الشيخ في توسيع نطاق دولته وطرد البرتغاليين من معظم المدن الساحلية المغربية، قام بالقضاء على الوطاسيون المدعومون من العثمانيين في شمال المغرب، ورفض مبايعة السلطان العثماني محمد القانوني كأميرا للمؤمنين والدعاء باسمه على منابر المغرب، على غرار ما كان يفعله الوطاسيون ليصبح أول سلطان سعدي يحكم المغرب. كان لمحمد الشيخ ثلاثة أبناء: عبد الله الغالب وعبد الملك وأحمد المنصور. منذ سن مبكرة أظهر جميع أبنائه الثلاثة إمكانيات استثنائية لحكم الدولة وللقيادة العسكرية، لكن السلطان محمد الشيخ سيتم اغتياله على يد العثمانيين عام 1557، وتولى ابنه الأكبر عبد الله الغالب العرش. واستمر عبد الله الغالب في حكم المغرب لمدة 17 سنة، معززا فيها أمجاد والده ومدافعا بنجاح عن المملكة ضد البرتغاليين والإسبان، ووضع حدا للأطماع العثمانية في المغرب في معركة وادي اللبن بعد أن انتصر الجيش المغربي بقيادة السلطان عبد الله الغالب على الجيش العثماني. وبهذا النصر العظيم قدم المغرب نفسه في عهد السعديين كقوة يهابها العثمانيون والإيبيريون، رغم المشاكل الداخلية التي كانت تعرفها المملكة آنذاك. أصبح المغاربة الآن ينظرون إلى السعديين كأبطال. لكن في عام 1574 توفي السلطان عبد الله الغالب، وتولى ابنه محمد المتوكل العرش، وواجهت المملكة أول أزمة لها. عندما تولى السلطان الراحل عبد الله الغالب العرش قبل 17 عاماً، هرب شقيقاه عبد الملك وأحمد المنصور من المغرب خوفاً من أن يتم اغتيالهم. أجبر الأمير عبد الملك البالغ من العمر 15 عاماً وأحمد المنصور البالغ 8 أعوام على البحث عن ملجأ. انتهت بهما الرحلة في مدينة الجزائر التي كانت تحت الحكم العثماني. من هناك بعد بضع سنوات سافر الإخوان إلى مساحات شاسعة من الإمبراطورية العثمانية الواسعة،
واكتسبوا خبرة قيمة بالإضافة إلى التعليم والتدريب. شارك الأميران وتميزا في معركة ليبانتو عام 1571، وتطوعوا للمشاركة في استعادة تونس عام 1574. هذه الروح القتالية هي التي لفتت انتباه السلطان مراد الثالث، الذي سعى إلى توسيع النفوذ العثماني في المغرب، وعرض على عبد الملك أن يزوده بالرجال والمال والذخيرة لمساعدته لاسترداد العرش السعدي. في المقابل وعد عبد الملك بدفع 15 طنا من الذهب كتكريم، وبأن يؤجر ميناء العرائش للأسطول العثماني. إن الحصول على مثل هذا الميناء الكبير والمصمم جيدا على المحيط الأطلسي من شأنه أن يسمح للإمبراطورية العثمانية على التغلب على إسبانيا في النزاعات البحرية المستقبلية، لكن الطرفان اتفقا على تأجيل هذا المخطط لأن عبد الملك لا يريد أن يعادي إسبانيا في الوقت الراهن، ويهدف أيضا إلى منع المغرب من أن تصبح محمية عثمانية. فبعد أن انتصر على محمد المتوكل في معركة الركان قرب فاس عام 1576، نجح في إقناع القوات العثمانية على مغادرة بلاده مقابل دفعه مبلغ كبير من الذهب. كان عبد الملك يعلم جيدا أن الإمبراطورية العثمانية لن تقامر مجددا هذه المرة في محاولة غزو المغرب، خوفا من قيام تحالف مغربي إسباني، فالسعديون أتقنوا لعبة السياسة والتحالفات الدولية. وقد خاض عبد الملك 24 معركة ضد المتوكل خلال سنتين، انتصر فيها جميعا، مما أدى في النهاية إلى فرار محمد المتوكل إلى سبتة، وبعدها إلى طنجة مستنجدا بالبرتغال بعد أن رفض ملك إسبانيا معونته. كانت مفاجأة سارة بالنسبة لسيباستيان الذي بدأ الاستعدادات على الفور، أصبحت له الآن ذريعة لغزو المغرب وقهره تحت غطاء مساعدة حليفه محمد المتوكل لاستعادة عرشه، بالإضافة إلى أنها كانت فرصة ذهبية للتوغل في المغرب ومنع الجيش العثماني من الوصول إلى المحيط الأطلسي، والذي قد يسمح لهم بتهديد أمن الساحل البرتغالي ومعاقلهم في غرب إفريقيا، فضلا عن تجارتهم التي لا تقدر بأي ثمن في جميع أنحاء المحيط الأطلسي. أصبح سيباستيان البالغ 24 عاما ملكا للبرتغال في سن الثالثة، وتربى تربية دينية على مبادئ الرهبنة اليسوعية، والتي غرست فيه الرغبة العنيفة في غزو المغرب وتحويل سكان شمال إفريقيا إلى المسيحية وكسب الأمجاد للبرتغال. كما أنه كان طفلا مندفعا ومولعا بالمعارك العسكرية، فقد تم تدريبه في سن مبكرة على رماية الرمح وركوب الخيل والمبارزة بالسيف. وفي يونيو عام 1578 حضر سيباستيان في كاتدرائية لشبونة، حيث قدم له زي عسكري مطرز بتاج إمبراطوري. أصبح سيباستيان الآن مستعدا لشن حملته الصليبية في المغرب. أبحر الجيش البرتغالي الذي كان تعداده 23,000 جندي على متن أسطول مكون من 500 سفينة في اتجاه المغرب، وشمل الجيش البرتغالي 2,000 فارس برتغالي وحوالي 8,000 من المرتزقة، معظمهم من الألمان والقشتاليين والإنجليز والإيطاليين، بالإضافة إلى فرقة مشاة بابوية مع نواة الجيش التي تتألف من القوات البرتغالية والمورية، بالإضافة إلى قوات المتوكل التي كانت تقدر 500 فارس. وصل الجيش إلى اليابسة بالقرب من قلعة أصيل البرتغالية في 12 من يوليو، وفي اللحظة التي وصل فيها سيباستيان إلى اليابسة لاحظ وجود كتيبة مغربية في التلال القريبة. على الفور قام بتجميع فرقة من الفرسان وسارع في مطاردة العدو دون انتظار بقية جيشه. وبعد مدة توقف سيباستيان عن المطاردة،
وقرر إنشاء معسكراً قرب مدينة أصيلة، واستغرق الجيش البرتغالي شهراً كاملاً في إنشائه. أما عبد الملك فكان يستعد لمقاومة هذا الغزو مدار 18 شهراً الماضية، وبمجرد علمه بأن الأسطول الصليبي غادر لشبون قبل شهر واحد، استدعى قبائل المغرب للدفاع عن شعبهم وعائلاتهم ودينهم. استجاب العشرات الآلاف من المحاربين من جميع أنحاء البلاد لدعوة السلطان عبد الملك، وتوحدت صفوف المغاربة لمواجهة هذا الخطر الخارجي. وكتب عبد الملك السعدي الرسالة الأولى إلى سيباستيان قائلا: إن سطوتك قد ظهرت في خروجك من أرضك وجوازك العدوى، فإن ثبت إلى أن نقدم عليك فأنت نصراني حقيقي شجاع، وإلا فأنت كلب ابن كلب. وانطلت الحيلة على سيباستيان المغرور، فثبت في مكانه ورفض نصيحة جيشه بالتقدم نحو طاطوين والعرائش والقصر الكبير ليجمع ما فيها من العدة ويتقوى بما فيها من الذخائر. وبقيت القوات البرتغالية بضواحي أصيلة حتى 28 من يوليو، وفي نفس اليوم وصل السلطان عبد الملك من مراكش إلى وادي المخازن، وكاتب عبد الملك سيباستيان ثانية: إني قد قطعت للمجيء إليك 16 مرحلة، فهلا قطعت أنت مرحلة واحدة لملاقاتي؟ وكانت الغاية من هذه الرسالة استفزاز سيباستيان واستدراج الجيش البرتغالي إلى عمق الأراضي المغربية والابتعاد عن قواعده ومراكز تموينه ليسهل القضاء عليه. وقع سيباستيان مرة أخرى في فخ عبد الملك، وبالفعل في اليوم الثالث من أغسطس قامت القوات البرتغالية بالزحف نحو الداخل إلى أن وصلت إلى وادي المخازن وعبرت جسر الوادي، وهناك أقام البرتغاليون معسكراً قبالة الجيش المغربي. وفي جنح الظلام من تلك الليلة أمر عبد الملك أخاه أحمد المنصور بنسف جسر وادي المخازن، وكان هذا الجسر المعبر الوحيد للوادي. وهكذا قطع عبد الملك خط الإمدادات على الجيش البرتغالي وطريق الهروب الوحيد لسيباستيان. أما في الجهة المقابلة فتجمع جيش من حوالي 50,000 جندي مغربي ضواحي مدينة القصر الكبير بقيادة عبد الملك وأخيه أحمد المنصور. فغدا ستبدأ المعركة. في صباح اليوم الرابع من أغسطس التقى الجيشان، وبدون إرسال الكشافة إلى الأمام تفاجأ الجيش البرتغالي من الأعداد الكبيرة لسلاح الفرسان والمشاة المغاربة. وعلى وجه السرعة قرر الملك سيباستيان بأن الخيار التكتيكي الوحيد لقوته التي يبلغ قوامها 23,000 جندي هو أن تتشكل في مربع دفاعي واسع، وفي الوسط تم تشكيل 4 خطوط من العربات في شكل مربع كحصن لحماية أتباع المعسكر، وعلى مقدمتهم تمركز سيباستيان. وشكلت الكتائب البرتغالية أطراف المربع والجزء الخلفي منه، بالإضافة إلى وحدات من سلاح الفرسان التي شكلت الأجنحة، ومن بينها وحدة محمد المتوكل. كانت مقدمة المربع قوة هائلة متشكلة من الرماة المرتزقة القادمون من إيطاليا وألمانيا وغيرهم من المتطوعين، والذين كانوا مدربين على إطلاق النار وإعادة التحميل خلف جدار من المشاة الألمان المسلحين بالرماح الطويلة. وفي مقدمة الجيش البرتغالي فتمركزت نخبة سلاح الفرسان مع وحدات من المشاة القشتالية، وأخيرا وضع سيباستيان سلسلة من المدافع في المقدمة. وعلى الرغم من أن جيش سيباستيان كان أقل عددا إلا أنه كان مجهزا بشكل أفضل وأكثر تطورا من الناحية التكنولوجية. وعلى الجانب الآخر من الميدان فتشكل الجيش المغربي الذي يبلغ قوامه 50,000 جندي على شكل هلال،
وفي مقدمة الجيش وضع عبد الملك سلسلة من المدافع على شكل هلال، ومن خلفهم تمركز المشاة الرماة في ثلاث خطوط، وعلى الأجنحة فتمركزت كتائب من الفرسان. أما عبد الملك فتمركز في قلب الجيش المغربي محاطا بعدة وحدات من المشاة الرماة، وعلى يمينه ويساره 4 كتائب من الفرسان، بالإضافة إلى مجموعة من الفرسان التي شكلت كتائب فرسان احتياطية في مؤخرة الجيش. بمعرفته أن الصليبيين كانوا أكثر تجهيزا، قام السلطان عبد الملك بتحفيز رجاله: عليكم أن تحاربوا الصليبيين بشجاعة، فأنتم تقاتلون من أجل عائلاتكم وحياتكم وشرفكم، وإن استشهدتم اليوم فستكون لكم الجنة. مع ارتفاع معنوياتهم بدأ الجنود المغاربة يهتفون باسم عبد الملك، لكن لم يكن أحدا يعرف سر السلطان، فقد كان بين الحياة والموت. كان عبد الملك مريضا واشتد عليه المرض بسبب قيادته للخيل لعدة كيلومترات في مسيرة اضطرارية من مراكش للوصول إلى ساحة المعركة. فقط أخو السلطان وطبيبه اليهودي المخلص كانا يعرفان الثمن الذي سيدفعه عبد الملك جراء قيامه بهذه الرحلة. رغم إصرار طبيبه اليهودي وأخوه أحمد المنصور على الراحة، إلا أن عبد الملك رفض أن يبقى في خيمته، فقد أصر على ألا يعلم أحدا بحالته الصحية من أجل الحفاظ على معنويات الجيش، وقرر أن يحارب مع رجاله بمعرفته أنه لن يستمر في الحياة بعد هذه المعركة. احتضن شقيقه أحمد المنصور الذي عاش معه عقودا من النفي في الجزائر، والذي قاتل إلى جانبه في العديد من المعارك من بينها معركة ليبانتو وتونس، وقال له: القتال، الفتح أو الموت. لم يكن هناك المزيد من الوقت لتضييعه، بدأت مدفعيات الجيشين تقصف بكامل قوتها. ثم قبل ساعة من الظهر ركع الجيش الصليبي برمته كجسد واحد في صلاة أخيرة، واندفع سلاح الفرسان البرتغالي نحو الجيش المغربي بأمر من الملك سيباستيان. تلاه فوج المشاة القشتالي، وبالرغم من نقصه العددي قرر الملك سيباستيان أن يستعمل أفضل قواته لكي يهجم بشكل حاسم ويتجنب هيمنة العدو. بينما اهتزت الأرض تحت حوافر سلاح الفرسان الصليبيين، أطلق المحاربون المغاربة النار، وعلى الرغم من أن وابل الرصاص كان فعالاً، إلا أن فترة الشحن الطويلة سمحت لقوات سيباستيان بإغلاق المسافة بينهما. اخترق الصليبيون قلب الجيش المغربي وتم تدمير الصفوف الأمامية على الفور. لم يفلح الخط الثاني أيضاً في السيطرة على الهجوم الصليبي، فتم دفعه إلى الخلف، وانضمت المشاة القشتالية إلى القتال، فأصبح القلب المغربي في حالة ارتباك. اندفع عبد الملك إلى الأمام مع حراسه الشخصيين لمنع تعثر الخط الثاني، مشيرا إلى الخط الثالث ليعزز المقدمة. كان المغاربة على وشك الانهيار في أي لحظة بسبب شراسة هجوم الفرسان الصليبيين ونجاحهم في اختراق قلب الجيش المغربي. وعلى وجه السرعة رد عبد الملك مع فوجه من الحراس الشخصيين بهجوم مضاد مع دعم من المشاة في الخط الثالث. نجح المغاربة في صد تقدم الفرسان الصليبيين، والآن مع رؤية عبد الملك بأن أفضل قوات سيباستيان كانت منغمسة في القتال مع مركز الجيش المغربي، أشار السلطان إلى أخيه أحمد المنصور، وما هي إلا لحظات حتى ظهرت مجموعة ضخمة من الفرسان خلف التلال بقيادة أحمد المنصور. توقف زخم الفرسان الصليبيين، حيث أصبح الوضع خطيرا مع تقدم ما يقارب 20,000 من الفرسان المغاربة. حاولت قوات النخبة المسيحية المقاومة والقتال،
لكي تعود إلى الخط الرئيسي من أجل الإفلات من مصيدة عبد الملك، مدركين أن اندفاعهم إلى الأمام كان بلا جدوى. أمر السلطان قوات المشاة بتطويق الفرسان الصليبيين، واندفع مع حراسه الشخصيين وأخيه أحمد المنصور متجهين نحو قلب الجيش البرتغالي مع الفرسان المغاربة. شجع سيباستيان وضباطه الرجال، حيث كان يعلم أنها ستكون معركة إلى الموت. في نفس الوقت تم سحق معظم المشاة من النخبة القشتالية في طليعة الجيش الصليبي. أما الفرسان البرتغاليين فحاولوا الانسحاب، وأصبح وضعهم يائس بشكل متزايد مع هجوم القوات المغربية من كل الجهات. لكن سيباستيان قرر الرد من خلال شن هجوم بسلاح الفرسان. قاد سيباستيان قواته والنبلاء بالإضافة إلى فرقة الفرسان التابعة للسلطان المخلوع محمد المتوكل نحو راية عبد الملك مباشرة من أجل قتل السلطان وحسم المعركة لصالحه. اصطدمت وحدات سيباستيان بوحدات عبد الملك، واندلعت معركة حامية الوطيس بين الطرفين. وسمح هذا الهجوم الشرس لحاشية سيباستيان بالوصول إلى السلطان عبد الملك، الذي استخدم آخر ذرة من قوته لسحب سيفه والانضمام إلى القتال رغم المرض. تم تبادل الضربات يمينا وشمالا، فقد كان مصير المغرب على المحك. بدأ الجنود المغاربة في السقوط حول السلطان الواحدة والآخر، لكن الحراس الشخصيين لعبد الملك تماسكوا وتمكنوا من التجمع حول سلطانهم. أما عبد الملك فاستمر في القتال، وكان البطل الذي احتاجه شعبه رغم أنه كان على وشك الانهيار بسبب المرض. كانت معجزة كبيرة أنه كان قادرا على القتال ولعب دورا فعالا في المعركة رغم المرض الذي كان ينخر جسده. وكانت ثيابه تخفي حقيقة أنه كان مربوطا على سرجه فوق الحصان، ولولا هذا لما كان قادرا على القتال. بعد لحظات ومع استمرار المعركة أغلق السلطان عبد الملك عينيه وانهار فوق حصانه، وأخذ إلى خيمته حيث سيلفظ أنفاسه الأخيرة. أما هجوم سيباستيان الجريء فتم سحقه، وعلى مدار الساعات القليلة التالية بدأت أفواج من فرسان عبد الملك في تطويق المربع البرتغالي وإطلاق النيران عليهم بشكل مستمر. خاض البرتغاليون معركة شجاعة، حيث تمسك الجنود وأطلقوا النار على الفرسان المغاربة، واستشهد ما يقارب 7,000 جندي مغربي. لكن مع مرور الساعات تضاءلت أعدادهم وجفت ذخيرتهم، وشوهد سيباستيان وهو يقاتل، وعلى الرغم من إصابته استمر في القتال وإلهام رجاله ليتماسكوا. وفي مرحلة ما من المعركة سقط سيباستيان أخيرا أثناء القتال، وعند الغسق مات ما يقارب 8,000 جندي مسيحي في ميدان المعركة، بما في ذلك السلطان السابق محمد المتوكل والذي توفي أثناء القتال. وتم القبض على 15,000 جندي صليبي، وتمكن أقل من 100 منهم من الفرار من المذبحة. سقط 3 ملوك في هذه المعركة، والتي انتهت بفوز ساحق للمغاربة. مرحبا، استغرق هذا الفيديو شهرا كاملا لإنتاجه، وأي مساعدة تقوم بها على صفحتنا في الباتريون أو الباي بال ستضمن استمرارية وتطور القناة بالإضافة إلى تسريع وتيرة العمل.
ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.